في ايه يا تحيا مالك؟ لازم ابطل اعذب ماما، لازم اقوى على كامل وبابا ما جيش على ضعفها، لكن المشكلة ان انا لا قادرة اواجه بابا ولا قادرة ارحم ماما. انا مش عايزة ابقى زيها يا زهرة، مش عايزة ابقى زيها، مش مبسوطة في حياتي، مش مبسوطة في حياتي بجد. انتي خيالتي يا تحية، انتي يمكن وقتها كامل ما يبقاش بالوحشة اللي انتي متخيلها دي. عندك حق، يا ريت هقدر. الاكل يا بنات. انتي ورؤوف الامل اللي باقي، شفتي؟ ربنا يسعدك ويدوم حبكم على خير ويبقى حظك احسن من حظي.